السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في فيديو جديد على قناتكم قناة جبار للحلاقة. في هذه الحلقة سوف تشاهدون كيفية استعمال مشط وول بطريقة مختلفة جدا للغاية. شاهدتها على الانستغرام فقررت أن أشاركها معكم. طريقة رائعة لاستعمال المشط والمقص بطريقة احترافية جدا، وخاصة بالنسبة للمبتدئين كيفية استعمال المشط والمقص. شاهدوا هذا الفيديو القصير وبعد ذلك سوف أشرح لكم طريقة تركيب المشطين. الآن كما تشاهدون هذا مشط وول الذي تعطيه لنا الشركة مع ماكينة وول. كما تشاهدون هذا هو المشط، وهذه هي مشط الماكينات. هذه هي رقم 2 أو رقم 2، هذه رقم 3، وهذا رقم 1. كما تشاهدون هذه 3 وهذا 1. الآن سوف نقوم بتركيب هذا المشط في هذه المشط الآخر بهذه الطريقة. كما تشاهدون سوف نقوم ب وضع بهذه الطريقة، ثم نضغط هنا في هذه المنطقة. تشاهدون بهذه الطريقة نضغط. الآن تم تركيب المشط بنجاح. كما تشاهدون تم تركيب المشط بنجاح. ما علينا الآن إلا استعمال المقص وحلق كل الشعر الذي يوجد لدينا هنا. نقوم بحلقه بهذه المشط، ونقوم بهذه الطريقة، ونقوم بقص كل الشعر المتواجد في هذه المنطقة. هذه الطريقة تنفع في أثناء انقطاع التيار الكهربائي إذا لم تكن تتوفر على ماكينة تشتغل بالبطارية. تنفعك هذه الطريقة. كما تشاهد هكذا نقوم بتركيب المشط بهذه الطريقة، ثم نقوم بالحلاقة. كما تشاهد بهذه الطريقة ونقوم بالحلاقة. هذه المشط رقم 2 وهذا المشط رقم 3، نفس الطريقة. نقوم بوضعه هكذا، ثم بعد ذلك بهذه الطريقة، ثم قص الشعر الذي يكون هنا في هذه المنطقة. كما تشاهدون قلت هذا الفيديو مخصص بالخصوص للمبتدئين الذين لا يجدون استعمال المشط والمقص. ما عليهم إلا استعمال هذه الطريقة بإضافة مشط ماكينة وول إلى هذا المشط الذي يوجد دائما مع ماكينة وول. أتمنى أن أكون قد أفدتكم في هذا الفيديو. ذلك الحمد لله القاعدة تزداد، الإخوان نحن عائلة كبيرة بإذن الله. نتمنى إن شاء الله أن نكون عند حسن ظنكم. دمتم في رعاية الله وحفظه. إلى فيديو آخر بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.